اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة علار شمال طول كرم بالضفة الغربية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وافا بأن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال قوامها 20 آلية اقتحمت البلدة وجابت شوارعها وعددا من أحيائها وتمركزت في منطقتها الغربية في الوقت الذي نشرت دورياتها في سهل علار عند مدخل البلدة. وأضافت وفاء أن قوات الاحتلال داهمت عدداً من منازل الفلسطينيين وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلها وأخضعت سكانها للاستجواب.